لم يحتاجوا للكثير لترتسم كل هذه البهجة على وجوههم. كانت هذه المرتبة البالية وكل هذا الشغف الطفولي للعب كفيين. حفاة الأقدام يصطفون بطابور منتظم مصغين لإرشادات من يكبرهم سنا، يتبادلون الأماكن ويتناوبون على صنع الحياة بضحكاتهم التي تملأ الحي جلبة، تلهي سكانه قليلا عن أصوات الرصاص وأجواء الحرب التي التهمت الحياة في المدينة منذ ما يقارب العامين. هذه هي منطقة الشماسي، وهي إحدى المناطق القريبة من خطوط المواجهة المشتعلة في تعز، ورغم ذلك تستمر الحياة ويستمر الأطفال في ابتكار ألعابهم الخاصة وعيش طفولتهم، متحدين كل تلك الظروف المحيطة التي تسلبهم إياها. فهنا في هذه المدينة المحاصرة عاشت الطفولة وما زالت فصولا كثيرة من البآسي، فصولا حملت الكثير من العناوين المؤلمة. لم يسلم أحد هنا من آثار الحرب، فمن لم يمت بقذيفة عشوائية أو لم ييتم أو يفقد إحدى أطرافه حرم من مدرسته ومن أدنى مقومات الحياة المعدومة هنا. لطالما كانت إرادة الحياة تفوق إرادة الموت، وما في هذه الوجوه هي كل ما تبقى لهذه المدينة الموجوعة من حياة.